حضرتك ليك يعني ذكريات مع كل عمالقة الفن سواء من أجيال وسط أو أجيال قديمة، يعني ما شاء الله عاشرت ناس كتير منهم وليك ذكريات كتيرة معاهم. وعلى ذكر الذكريات، الفنان الراحل فريد شوقي وحش الشاشة، سمعت إن كانت علاقتك بيه قوية جدا وسافرتوا حجيتوا مع بعض، إيه بقى القصة دي؟ ده أنا سمعت كمان إن في والله حاجة كمان جوه موضوع الحج. والله أنا يعني يعني فريد ورشدي طيبين، وفريد ده كان طفل كبير يعني. انا اولا مثلت وانا صغير ادوار يوسف بيه في سنة 60، عملت انا وعبد الرحمن ابو زهره، كان في عامل فيلم اسمه عريش من اسطنبول، هو بيعمل السواق والمليجي سواق واللي بيعمل البيه، وانا بقى بعمل سواق وعبد الرحمن ابو زهره يعمل البيه حاجه كده. فمثلت يوسف بيه ومثلت معاهم كلهم. بس بالنسبه الملك فريد شوقي ده، انا مثلت معاه مسلسل كان اخرج الاستاذ حسين عماره، وبعدين مثلت الملاعين معاه. واحنا في الملاعين كان شهر رمضان المبارك، فقلت له 10 اواخر يا فريهم، قال لي مالهم دول، قال لي قلت له فيها ليله القدر. المهم انا بقى كل سنه كنت بطلع حج ما شاء الله، كل سنه يعني لازم اطلع حج انا والحاجه يعني. فلقيت بقول احنا بنصور، قال لي دلوقتي انا كلمت فيصل ابن سعود وبعت لي الفيزا، وانت وجاي بعت الفيزا انت تيجي معايا بقى. قلت له يا سيدي انا طالع جده، انا قلت له كلم الحاجه بقى هي تقول، لانه هيروح الرياض الاول وهننزل من الرياض على. المهم يعني الرحله دي كانت فيها رفاهيه مطلقه، ما عندكيش فكره ازاي. فريد شوقي بقى، بس بقى كمان فيها كوميديا ما حصلتش. كان شخصيه كوميديه في الحقيقه؟ انا ده جميل، انسان جميل وطيب وبسيط، ورانيا طالعه له على فكره جميله كمان. لا هو انسان بسيط جدا. وبعدين احنا واحنا في انا بقى والله افتت لنفسي، لان ما عنديش صحه ان انا ارمي الجمرات في الفجر، ما ارميهاش، وكان سكه مش زي دلوقتي. ده انا شايف حاجات رائعه، الدوله السعوديه عامله حاجات مذهله للحجيج، انما كان احنا لسه. ف قلت له يا ملك، احنا بنقول له يا ملك انا برمي الجمرات في الفجر. قال لي يا حبيبي انا ضامن اجي هنا تاني. لا ما اضمنش، جاب مندوب الامير يعني، قال له بترمي في الزوال، الزوال ده بقى يعني ايه الساعه 10 11 كده حاجه زي كده. قلت له طيب. طلعنا بقى الناس شافت فريد شوقي سابوا الجمرات وسابوا كل ده ومسكوا فيه بقى يصرخ عشان يخلص من الناس. ابدا بقى يصرخ. وبعدين الجميل بقى، انا طبعا بردون في اللفظ يعني، كنا بنلبس شباشب يعني في الحج، فنازل حافي بقى من فوق. طب بالمناسبه انا سمعت كمان ان في موقف ما كناش نتخيله بقى خالص، ان وحش الشاشه اللي هو وحش الشاشه طلع كان بيخاف ينام في اوضه لوحده. غير كده بقى، كان بيخاف ينام في اوضه لوحده. هم اكرمونا هناك كرم ما حصلش، ادوني اوضه قد دي وادوا له هو اوضه. قال لا انت هتنام في اوضه وانا في اوضه، لا ننام مع بعض. قلت له، قال ننام مع بعض. فالاوضه تقضي مش اثنين ولا اربعه، تقضي 20 30 واحد. فنمت انا وهو في الاوضه، لان هو كان جواه طفل كبير. والمشاعر الانسانيه عند فريد شوقي يعني ربنا يجعل ارضيه الجنه يعني. انا دايما ادعو له، لانه كان في بساطه ما عندكيش فكره ازاي.